اهلا ومرحبا بكم في جولة الصحفية نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل جولة من جريدة الصباح والتي عنونت في الصفحة الاولى اعتقال منفذي سطو مسلح على 250 مليونا. وكتبت الجريدة: فندت الايقافات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية امن الدار البيضاء الى غاية اول امس الخميس اثر سطو مسلح بالسيوف على مبلغ 250 مليونا كانت في طريقها الى مؤسسة بنكية بمنطقة البرنوسي. الاشاعات التي تناسلت بخصوص فرضية تنفيذ العملية الاجرامية من قبل تنظيم متطرف تابع لداعش. باقي التفاصيل تقرؤونها بجريدة الصباح. ننتقل الى يومة اخبار اليوم والتي عنونت عراك بين الابن وابيه ينتهي بجريمة بشعة بضواحي مكناس. وأضافت اليومية: في جريمة جديدة من الجرائم ضد الأصول التي تتزايد ببلادنا اهتز حي تجزئة اليسر بضواحي مدينة مكناس عصر أول أمس الخميس على وقع عراك دموي بين أب وابنه انتهى بمصرع الأول الذي كان في عقده السادس. ولفظ الهالك أنفاسه بمحاذاة مسجد الحي بسبب تأثره بالجروح التي أصيب بها نتيجة طعنات قاتلة في البطن والظهر. باقي التفاصيل تقرؤونها بيومة أخبار اليوم. أما جريدة الأحداث المغربية فقد عنونت: سقوط العقل المدبر لشبكة سرقة السيارات والشاحنات بالدار البيضاء. وأضافت الجريدة أن عناصر الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية لأمن الدار البيضاء أحالت صباح أمس الجمعة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف المتهم الرئيسي وهو العقل المدبر للشبكة الإجرامية المتخصصة في سرقة السيارات والشاحنات بالدار البيضاء رفقة شريكه، فيما أصدرت المصالح المعنية مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتوقيف بقية المتهمين المتورطين في الشبكة الإجرامية. باقي التفاصيل تجدونها بيومة الأحداث المغربية. إلى هنا نأتي إلى نهاية الجولة الصحفية، دمتم في رعاية الله. من الدار البيضاء اوغيو، هاد العلم الرائدة في لي بيسكوي دخلت الموسوعة غينيس. اجيو نشوفو كيفاش وعلاش. غادي نحطمو الرقم قياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلو اوغيو دقة وحدة واجدين. ايها سيادي، اوغيو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيمو هاد الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص كلهم جاو يدوقو المنتوج ديالنا اللي المغاربة كاملين كيحماقو عليه واللي تم انتاجو في المغرب اخر مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. اوغيو عزيز على المغاربة كاملين، هاني بعدا انا كنعترف بك. اوغيو هاد البسكوي البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكة وغير بزوج دراهم. ايوا دابا كلشي يقدر ياكل اوغيو.